السلام عليكم. يعرف مركب إنتاج التوربينات بولاية باتنا بمنطقة عين تاغوت بولاية باتنا، إذن يعرف نشاط غير مسبوق في الآونة الأخيرة، حيث أنه وصلت المركب عدة طلبات يعني للحصول على توربينات التي تنتج في هذا المصنع، وهذه الطلبات جاءت من دول إفريقية كالسودان وكوت ديفوار، وكذلك دول عربية كالأردن، وكذلك من دول الخليج لا أتذكرها. والعام اللي فات كان فيه 3 توربينات تم طلب شراء تاعها من هولندا. إذن فيه طلبات كثيرة على هذه التوربينات، أثبتت النوعية تاعها. وللعلم أنه مصنع التوربينات هذا في باتنا هو بالشراكة مع عملاق الأمريكي جنرال إلكتريكس، الذي يعني بموجبه تم إنشاء هذا المصنع الضخم في ولاية باتنا، واللي من قبل كانت عدة مركبات ومصانع صغيرة لصيانة التوربينات، لأنه كما يعلم الجميع أن الجزائر أصبحت رائدة في إنتاج الكهرباء. وللعلم أن هذه التوربينات تدخل في العملية إنتاج الكهرباء في المركبات نتاع الإنتاج نتاع الكهرباء في اللي عندنا حوالي 14 أو 15 محطة لإنتاج الكهرباء، حيث أنه التوربين هذا يتحرك بطاقة الغاز لينتج بعد ذلك ينتج كهرباء. إذن التوربينات هذه تستعمل كثيرا في إنتاج كهرباء في الجزائر. إذن هنيئا لنا بهذا المركب الكبير اللي الآن دخل في يعني مرحلة الإنتاج القصوى، بعد ما تعرف تذبذبات يعني في بدايته هذه يعني 3 أو 4 سنوات. الآن المصنع هذا يعمل طريقة جيدة، وطلبات راهي تتهاطل على المصنع هذا نتاع إنتاج التوربينات. أترككم في رعاية الله وحفظه، وصحة فطوركم وصحة صيامكم، والسلام عليكم.